إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وحنكسو جنة تفسير كي قرآن كريم كاها ودرس جاني بقول طبان يا أفر ونغب اللابان يا آيات طبان يا تضباد من سورة الفرقان. قال الله تبارك وتعالى: ويوم يحشرهم، واذكر شاك نبيك سبحانه يوم مالين يحشرهم قالوا إلى أوصى شرين يصاقل منا إيا وما يعبدون وحي عابدان من دون الله الله كسوك حالا يا هذين، فيقول ربي وحو كليه للمعبدين كوي العابد وحو كليه أأنتم إذن كمية أضللتم كوى بادي إبادي أدمديد هؤلاء أكوان أم أمسهم أيها ضلوا كلمي السبيل والضبا. قالوا وحيليه مال كاس سبحانك إله نستهد دادان كن نستهنى، ما كان ينبغي أنك نومها بونا، ما كان معهان ينبغي مت نومها بون لنا أنك أن نتقيد إنا سميسنو من دونك أبيك سكادادا من أولياء أكرقاريال، ولكن متعتهم مشركين تأباء الرائعي إيا وآباءهم أبيالكود حتى نسوا الذكرى إلى أيوان ديها المامين، وكانوا أي أهادين قوما قوم كاسو بورا هلاك سمي. قال تعالى إلى وغيري: فقد كذبوكم وإن كبيريين، قالوا وحي أدعابي جرتي وإن كبيريين ما تقول بما تقولون، وحي أب لديهين بما كي تقولون أدعابي جرتين وإن كبيريين، فما تستطيعون ما أودان صرفا ليحين وأدعابك إسكال ليحيدان، ولا نصرا قرقارسي وأدقرقارستان، ومن يظلم قفك ظلم سمية منكم إذن كحال أوياي نذقه وحن ندنسينينا عذابا عذاب كسو كبيرا. وين الله سبحانه وتعالى آيات كان وقلنا دو الرامن مالك قيامها وحا كبعيا كفارتا اي قلب الدلك وحا إلهي سوشينا يا سبحانه وتعالى مشركين تي اي وحي اي عابد جرين، وحي اي عابد جرين مجاهد أردغي عبد الله بن عباس وحيري وعيسى والعزير والملائكة ونبي الله عيسى إيه ملائكة إيه عزير أولي صالحة صدح ذا ستاتكي عابدو كريوي باتكي ملائكة عابدو كري ملائكة يالكينا نبي عيسى داتكي عابدو كري نبي عيسى يالكينا عزير أو يهود عابدان من صالحة ويالكينا مركاسا وحا إله الله هدلا ملائكة نبي عيسى إزاي كوا صلى الله عليه وسلم ومخلوقة تكي أقول فضلك بنا وملائكتي ونبيالكي وأوليدي كوا صلى الله عليه وسلم كوي وحادي جرى المشركين تا انت يدوبي أيها يقول الله لما مركه هوري كوي العادي جرى على الله عليه رب العالمين وقل كلية هاي كوان ما دين كبادية أويرين عادي سأسا سؤال شاسا لويدين سؤال شاس مركا رب العالمين مركو ويدينا يو أوبيا هاي إنا يسمى ملائكة بهين أنك هن العابد إنا النبي عيسى بهين أنك هل يعابد إنا الزير بهين أنك هل يعابد وأوبيا هاي رب العالمين أسابه أوبو ويدينا واما حي إنا يفضي حبان كوان عابدك كوي عابدك لا رب إنا يفضي حبان وفضيح كل عابد إلى وقر سبحانه ويوم يحشرهم يوم ضفئ المحدوف اللغو تعالوكين واذكر شيخ نبيك سبحانه يوم مال يحشرهم إلى أصاشرين أي المشركين تي هم توحى اللوحين المشركين تي وحي إلهي قيك إسعاب الجري إيا وما يعبدون وحي عابدان وح الله وحي عابدان ولكين هل كان لكين ما باس وحي تصيدا
in malaayiqal hatta ku jiro dhagxaantii dadkii caabudi jiray geedii ku caabudi jiray haa yeelay maaba asalkeedu waxa weeyaan waa malaayiqal waxaan aqliga lahayn loo daji dhagxaanta ku caabudi jiray geedaha ku caabudi jiray looda ku caabudi jiray dhamaan waa la keenay malaa'ikta Izayl Nabi Isa wixii oo dhan wixii caabudi jiray la keenay iyo wixii ay caabudi jireen labada la isla keenay wa yaama mar yahshuruhum mushrikin ti ila usashirina iyo wana yaabuduna waxa ay caabudaan min dunillahi alla kaso kay xaalay ahadeen fa yaqulu wuxuu ku leeyahay rabbi a antum idinka miya adlaltum kuwa baadiyeeyay ah ibadi adumadeeda haulaa'i kuwan ah ila wuxuu leeyahay idinka miya baadiyeeyay adumadeeda kuwa gaalada aha kuwan mushrikiinta ah ma idinka baadiyeeyay waxa la hadlaa waa kuwa la caabudi jiray waa nab malaa'igti waa nabi ciise waa uzeyr waa wixii la caabudi jiray ila wuxuu leeyahay ma idinka iga baadiyeeyay dadkan oo yiri i caabuda ma idinka yiri am amase هم أيها الضلوا كلما أسوي له وضبط مثل أيها وحان من تلقاء أنفسهم نفتولي كسامستين أو إذن كومات ديريني أيها إسكاكين عابدي سؤال شاسك جوابا لدي قالوا وحي لهم كل عابدو كيري دمان سيداني كل جوابا يان وحالله وحي لهم إسكا عابدي قالوا وحي لهم قالوا هذا هو ماضي لفظه معنى هنا هو مستقبل أو يوم هذا بمعنى إذا أو كلتا مركز أقديني وحويان ان اي اوجدنا مضارع او مستقبلا قالوا وحيلين مركه سداس لا يراهدو سبحانك الهو نستهد فوق مناصب كان كنا نستهن وحان كان نستهين اذكر ان لو عابدو وكان نستهن ان اذكر ان لو عابدو الهو وكان نستهد وكان نستهن معني هو كفكت هو تنزيه وفوجان الهو هو كفكت هو ان اذكر لو عابدو ما كان ما اهانين ينبقي لنا مت ما هبون أن نتقيد إن أن سميسنو من دونك أدقى سكباب أن سميسنو من أولياء من أولياء حالي ولي جيدا لابا معنو من أولياء غرغار يال أنك إن أن سميسنو نوم حبونا أنك وحويان إن أدقى كاسو كيدا إن أن تعابدنو غرغار كرادنو أنك نوم حبونا سيكو إكرتا أنك إبها ديسن نوم حبونين إن أن مخلوق لأمهنو إن أنك نعابده إلا أنكوبا نغمسو توضا نغمار مناسب أهان إن أن عابد نعيد أن أدقى هين وأن غرغار كرادين إذا ما دام أنك بأيسا نوها بونين إبكال إن أن أمرنو إن أنك نسو عابد نصور تقلما ساسوين معنى معنى اللباط من أولياء أولياء وجمع وليين وليقنا ما توحي لوليك هذا تابع بمعنى عابد ما كان معهان شأنكو ينبقي لنا أنك إنو نوها بوني هاي أن نتقيد إن سميسنو من دونك أديك سكادادا من أولياء كوان نعابد إلهي نوما حبونا كوان نعابد إن سميسنو إلهي مناسب نوما أهم نوما حبونا كوان نعابد إن سميسنو سيداسوهي مركم واكو إنكرين واكو إنكرين واكو إنكرين هل كاس أيام مركم واحد ويندل أسقنا هذا كوان لقيف إسعابد كرين سبب كوحان باري اللقيف كيسين عابدان أشيغي waxay yiraahdeen kuu la caabudi jiray walakin ma taatahum ilaahi wal mushrikiin taala uraahiyi wa aabaahum abayalkoodna ada uraahiyi hatta nasu ila ay halmaameen adhikra waanadi quraanki iyo wacyi gelinti iyo aqal celinti oo dhamay halmaameen waanadi oo quraanku waaninayay ay halmaameen waa dad inta aad u raaxayday oo waqtigii ku dheeraaday halmaamay weenadi atrususha ku soo dejiday markaasay iska caabudeen alla qaybkiisa ee annaga maanan amri wa kaanu alla waxay ahaadeen qoom qabuuran halagsan dad halag samay weey madama alla qaybkiisa ay caabudeen sidaasay ku jawaabayaan malaa'igtii la caabuday nabiyalkii la caabuday saalihiintii la caabuday iyo qaybkiisa فقد كذبوكم واحد سوق قدر قال تعالى الى وحيي فقد كذبوكم الله وحي الله الله كوي مكه وعابد جري مشركين تي والله الله فقد كذبوكم مشركين وان كبينين كوي عابد جرتين بما شيء اين كبينين تقولون ادلهم وحات كو هادليدان وحا ان كبينين كوي عابد جرتين الا ايغو الله قيبكيس مكه عابدين مخيلهاين وحيلهاين ما نعبدهم
إلا ليقربنا إلى الله وحكله عابد منا وحنو عابدين على النور دوينيا وأكوان ما إني دوينيا وكي أشجع كرتين أيها الكل بيني وعبي كرين هؤلاء شفعاؤنا عند الله كوان وحنو عابدين الله ما كل أكتر إلهي تيس النور إرجيني وحال إله ليهاي كوي أبي كرتين وحنو عابدين على النور شفعيا وأكوان ويركل بيني ما مات إني شفعاء أو إذا الله ونعاين عابدي كرين أنك أمانتا كيرغيني وكو أنا ما يريد في القرآن وكو أول كبيري مركز التفريح الخاطئ نوحا لغو قرأ فيري نين مجوسي ومجوسي هو دمك استعابي لكن شعبد القادر حطرديس يحسكي سيهو كقايب قلي كيرو أبو قدري كيريره تفريح القادر كيكو قرآن مركا أول لنتيره لبادين ملاك وسؤالها ويدين إذا قبل يقول سوغلين مركز يرادن من ربك يا ربك مركز يرى عبد القادر مركز يرادن ومن نبيك ما بين ياك مركز يرى عبد القادر مركز يرى وما دينك دين حو دين حق مركز يرى عبد القادر مركز يرى واحد دمعنا ان الدرس ملح وقدفتان مر الله مركز الدرس يساس وقابين عبد القادر قبر يكسو لحب بودي مركز والله بي جرون كقاتل لغضي ملح أو والله جو يبيش اللي قصيده. سأل الله يقول لي فانا أنا ويا كان أنا من السؤال هم وقامة. أنا وشو يا بني. بحكو قرآن فوقاس كتاب لما ليك روح عاسي. لما دي ملاك إلهي دعوتي. إلهي عبد القادر من أنا ذي أقوم. أن ما بيجا أقوم. أن دين تاد أقوم. عبد القادر نجاه ارتجينا العذاب. مركز رب العالمين يركم الله ما يهكي لنا عبد القادر عذاب منك. أصلي الله فيه. من قال لك عذاب ما جان. و عبد القادر هذا وين دقيست؟ هم تاني نشيجي جو هبط كسيدان نور يرى هل كاس يقتشرم كسيدين أشانه دي النار تبر أنك ديك أشانه دي النار تمر إلهي وفق عدد الهلوين تور مركز رب العالم ودواقو يري رنجة داية بس كور معنى دوام محي عبد القادر يعلت عبد القادر أتخلص معنو ما أي كفر أعظم بل قال ماذا كون يشيكر وحص بل قال لي ما كوين قف كاد بن آدم وشيكر وحاس وحاس أنت كتاب اللغو قرية للي وكتاب صح الدكور وحويان مران كتاب كاسابينان أخري جرنو مساعد كفو أخري جرنو مركا وحان الوحان كفار أيا إسكالة كتاب مسلمين ماهان داد كان هادا هايستانا مقرين يهودون حاتا مالك داد أهل الكتاب حاتا مالك مجوسو شياطين ها قرطي سو ما جيدت أن شريتان كألاب أرقلي سيدات نمام حاطران إقاد بقبط ووحي رهدين كتاب كيجي آية يهودنا ملا مجوسنا ملا أنا قاعد كم وهذا بوجا مجوسنا ملا يانا لك عين كتاب كاس يهودنا ملا أنا قاعد أسكت ساسات كم مركا إلهي الله عز وجل وحاس واسكت ما أنت ولا ذكر لكن إلهي هرتيس لك ما ذكر وحاس والله يستنط إلهي أبتيس كقدمي وحويان أذن الله أقون النبي أقون الدين أقون إن عبد القادر هو بذبي الملائكة يا نبيالك دمان تك أيق عابين كري ويكذبين قنايا مركز رب العالمين كله فقد كذبوكم وإن كبرين بطل عابين كري مخلوق عابين كرتين وإن كبرين أنا قل عبادة أمدر سن أي رهدي ساسي كري إلهي هذا الكساس صح صح ما هو حكى السهر جدف وقتك وقرا قال تعالى إلهوه يري فقد كذبوكم وإن كبرين قوة عابين كرتين بما تقولون وحى أدلاهين أو أدلاهين وحين ما نعبد إلا ليقربنا إلى الله الله إنه دوينا يان أيها الكبيرين كل عبد جثنا الكبيرين فما تصدقون ما أنتنا مأودان ما أنتنا مأودان صرف الليحين أدعاب كإسكال الليحين ولا نصر جرجارسي أدعاب الدلين أدعاب إسكال الليحين أدعاب إسكال الليحين مأودان ومن يظلم قفك ظلم فلاي أعظم ظلم وشرك قفك ظلم سمي شرك سمي منكم إذنك حالة يكون قالبا نذقه وعددن سيرين عذابا عذاب تأسو كبيرا وي حقيقة ربط مكاومي تسأل الله شيئا قفك شرك اللي يمد إلهي عذاب أدب لدن سيرين حقيقة وصاص قال تعالى إلى وحيري وما أرسلنا ما ننطرين قبل كابيغا هرتا أحد سوق الدرم فعولكي أرسلا أحد قف مع النانطرين
قبكاس ومن المرسلين الرسوشا كميت آه إلا حال إنهم رسوشو ليأكلون كوي عنائيهن ماهنه الطعام انتدعنا أو يمشون الصعودة في الأسواق السوقيال كدحدودة وجعلنا وحنكيلني بعضكم قبلكين فتنة امتحان لبعض قبل ككل حالي أسوقناتي في النبو أتصبرون مكوص صبري بان امتحانك وكان ربك ربك وحوى هذا بصيرا مت أركتبا أو أركتبا بمن صبر وبمن جزع متك الصبر متك أركك حالا آيات دعنا الله سبحانه وتعالى وقلوه شيئا دمان رسوشي أصدري انتظر وعلي ترين سوقنا وآذي ترين أو بحمري ترين سيئي وشاقستان وقنع صدا تاسونا وحي كواب التهي ما لهذا الرسول ساسي رادين ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق تاسا اللوه كوابا تاسا اللوه كوابا سؤاشاس أي كانين قالادو أو أي راهدين وحويان مقولي هاي رسول كان سوق صعناها انتدعونها أي رب العالمين وكواب وغيري وما أرسلنا مع ناندرين قبلك أذيك هرتا يعني أحدا قف مع ناندرين أحد كاسو من المرسلين الرسوشة كميتا إلا حال إنهم رسوشو ليأكلون كوي عنا يأيين ماهن أطعام عنتادا أو ويمشون صعنا في الأسواق السوقيال مركا رسوشي كهرهي دي نبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا ديري دمانتود سوقيادنا ومري چرين وكشقي سنچرين رزقنا ورهات سنچرين انتادنا وعلي چرين إذن عبماء والحافظ وحن رباء الإمام أبي عبد الله القرطبي وحيري هذه الآيات أصل آيات وحي أصل وطهي في تناول الأسباب وطلب المعاش والتجارة وصناعة وحي آيات أصل وطهي ذلك إني وحوين أسبابها اللي مادان سبب كي نلاش إني فاتسة اللي مادان أو أي نلاش فاتسة دان أو أي قنع سبان أو صنعوين كبرتان oo si kale nolosha u raasadaan oo duruqda sharciga ay ku raasadaan asalay aayadan u taa hayra rabbul alamin wuxuu noo sheegay rusushu soosh diray dhamaantu inay intadan cun jireen suuqyada la soo jireen waxay u socdaana waa lid takasubi we tijare inay ka soo shaqeeyaan suuqyada ayna ka ganacsadaan marka in qofku sababti noloshiisa raadiyo oo u dhaqaaqo oo u yiraahdo waxa nololan raadsana oo ama ganacsi aado أما الصنعاء هذا أما سكلا شقة طريقة حلالة أشقة يستو آياتنا أصل أطه أصل أطه وأنا الطرق دي أما طريقة دي رسوشة وهي وأنا شيء عن شك يشبه لها إني بنانتا بل وحي رهدين هالعلم يقول ديننا معهن سحنا معهن قفكو من انتفر يستويرا أنو شقة يسمى ربك أيام ثلاثة سارنا اللي مبي يريد التاس مبالي دم حالي إلي أعظم المتوكلين والرسوشة صمها انت ترى صارت ربي توكلك اووي وحي اسكله رسوشه ومع ذلك الى وقت ناشئ ان السوق يد سجرين او اي سجرين marka sida saxda waxay tahay sidoo nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam ihris ala ma yanfa'uka wala ta'jizan waxa weeyaan ku dadaal wixii ku anfacayo asbaabti la imow dariiqadi aad nolosha ku heli lahayd la imow dariiqadi aad ilmo ku heli lahayd la imow dariiqada aad caafimaad ku heli lahayd la imow wixii aad u baahato sababkoodi la imo la imo wala taajisan aajisow ha noqon tamaal iska fariisato inaad asbaabi iska deedahayeen nabii maxamed ayuu sallallahu alayhi wasallam ihris ala ma yanfa'uka wa haku anfa'aya la imo la imo oo haday risqi tahay asbaabti nolosha raadi asbaabti nolosha raadi haday tahay durriye inaad hesho ilmo asbaabti ilmaha ku leed raadi haday tahay cudur ku hayo أصبحت عفمات كل هذه عاجز له النقم واستعن بالله إلهينا كاشو حوجة الحيرة ده هسقها الله فيني ما كلا رشة الناس قدر تلا ربع أصبحت إن أطلت ما أدو ربي قاعنا ترى سارة وآدم حوجة كلي يسقها الله لا رشة الناس قدر أما هذا لبدي مد كتكتو لبدي ما وضلا تترى شقى سما ربي أن ترى سارة لما يرتاز توكلنا لما يرتاز دروب دي أما طريقة الرسوش أنا وخلاف سنتها hata tirawa shaqaysana xoogaygan isticmaala laakin aadan ilaahay ku tiirsan oo aan ilaahay tala saaran oo xoogaaga tala saaratana dariiqadii rusuusha waa khilaafsan tayadona marka waxa la rabaa asbaabti inaad la timaado dadaalki aad la timaado
ملكستو حق أو بنان أو حلال أتكرر ستو لكن هذانا إلهي أتكتير ستو أو لنحيو قاقي الحيلة بعد أتكتير سنكالي تاسع لقاربا داني قادة صحة وصدا تنكالي التوحى مهمه براروتي الإمام عبد الله القردبي سوق يضا ما دام إيهن ناشا الله نلول فاديو بضانا با سوق يضا ونبدي حديثك صحيح المسلم كنبغة وحا كسوغا صلى الله عليه وسلم إنو يري أحب البلاد إلى الله مساجدها مغالوين كمالها إله وجع لي ومساجد ومساجد وبيوت الله وبريه علم وأبغض البلاد إلى الله أسواقها مغالوين كمالها علم ونع بها نوى السوق يد سوق يد ألم ونع بها ما بيقوحوا الشيطان صلى الله عليه وسلم الشيطان كسوق سوق إنو علم كيسا كتاب وميش عيدا كيسا رسمي هو كتاب إنشو ولذا سيسترات دينا مساجد كتصبيح ذا هي صلاة ذا هي علمي هي وانا ذا هي عقل علمت أكسعك سوقنا وحا كبضا بامتا هي خيانة ذا هي نقرتا هي إسبعا هي وحويا بخسكا هي خبالا هي نارت حارانتا أهو بامتا وحاسا كبضا إذن مركة تاسمحي قفك مؤمنك كوحن باري لبشي مدى كبات ما بيقو سيدو يري صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي han noqonin qofka ugu horeeyay subaxii suuqa gal han noqonin halagaaga horma macneeda ma aha inaad baqadi tagto kala hada baraka ku jirta nabwaan am inaad bisaq raadinta u kala hado waa sax waa fiican laakin halagaaga horma meesh waa wamel eedan ka sheedan ku digay marka qofka ugu horeeyay ee gal han noqon iyo kan ugu dambeeyay uu ka soo baxay han noqonin halagaaga horma taas waa mid tan labaad suuqi marka joogto waa inaad xadiiska soo xasuusataa inaad joogto dhulka meesha ilaahay ugu carabay وتاسمع عليكم وكل فائدة هذا حسوسنت هاي مركا مال شيطان كإيدن كيسو جوج أو أت شيطان كوكبله ينا جوج تمارا هذا حسوسته شيطان كي كدكتوناني بنتا ينات كيلاردو نارتا بنتا إسكيلاردو خيانة إسكيلاردو إسكيلاردو خربابا نمان إنا درينتو إنا جوج تمشى أو شيطان خايه دي سكتير وينا درين سنت مار سيدوك دكتونات الله ما داسوا ما مهم الله سبحانه وتعالى وهو يري وما أرسلنا ما ننذرين قبل كذلك هرتا أحدا قف سوق الدر أحدا هل قف ما ننذرين أحد كاسو من المرسلين الرسوش كمتا إلا حال إنهم رسوش ليأكلون كوعون أيهن ماهن الطعام عنتظى ويمشون الصعدة في الأسواق سوق يضى وجعلنا وحن يلو إلى يري بعضهم بعضكم إذن كجبل كيند وجعلنا وحن كيالنا بعضكم جبل كين فتنة امتحان لبعض قبل كالي حالي سوناتي فانم حيتا معنى هذا إلهي بك واسكو امتحان واسكو امتحان وحي اللي سوكو امتحاني قف وحال لقد لقين غني مدنا فقير واسكو امتحاني غني هو ممتحن والا امتحانه مبتاوي وامتحاني فقير كاسل هو امتحان إلهي وإنا سبحانه وتعالى سبو أود الله بضب إنسيو وكان فقير كذلك نقني كذلك وامتحانا يهنا تمت كنيجا وعلى هذا الله بشر ينوس كإلعلي كو ينوس أن كفر عليك وحيسه أو مسكين كوحسيه أو إلهي نو كم امتحانا يوجد تلواتنا فقر جه هيستا ينوس أن كل يسين أو سن كل يدي تاس إنت تاس على جهة بعض مت كان أو فقير كوا امتحانا يكاس كنيجا وكم امتحانا سجلت كيسو امتحانا الله بشر يا على جهة بعض وعلى هذا وامتحانا ينوس أن حسدي أو قيد إلهي ويوحام كان الله فقير كدغي كان الله غني كدغي مركا ان تراو اسبو وهي سايحانو هلي وايي معنيهد waxay tahay qaybti alle inad kasoo horjeedo wa imtixaanay marka faqir kan waxa laga raba in aadan cadaw ku noqon iyo haasid qofkan qaniga uu haysto tan labaad waxa laga raba dariiq xaq mar dariiq kale inad uga qaadan oodan ka xadin oodan ka qiyaanin oodan ka dhicin oodu isa u deeyd alla siiyay marka dariiq sharci iyo maahan oo kugu siiye in aadan dariiq kale uga qaadan waa mid tan kalena ina dan xisbin oo dan qalbiga ka xisbin taas ala rabo isku imtixaanay waxa weyn laba kasta oo isku imtixaanay laba kasta dadka oo isku imtixaanay marka waa imtixaan ilaahu subhana atasbiruna musabbira oo imtixaan kaas ma ku sabrayba oo waxa la rabaa ki waxa weyn qaniniga aha inuu kibirki nafti ka celiyo isla weynidi ka celiyo maalki wax ka bixiyo dadki kale uu san yasin tanu faqrigi uu ku sabro uu san kan xisbin وسن كقيان الكنبيين سداس ايا لا ربا ما صبر ايدانو ما كدول قاديدا مس ما صبر ايدانو الى هو سبحانه وكان ربك ربك هو هذا
بصيرا من أركتي بدا هو أركتي بدا يهي بمن صبرا وبمن جزع متك صبرا إيه كان أرقاها إنت با إلهي وأبي وأنا أركا قفك صبرا أساقا كأبا المرنة صبرك متك أرقاها أساقا كأبا المرنة عقوبة ومديه كأبا المرنة. وقال الذين كوي وحي الهدين لا يرجون أن كبقين لقاءنا لكوران كينا لولا أنزل هلا أنزل محل لوغو سودة جواي علينا كوركينا الملائكة ملائك أو نرى ربنا أما ربكين من أرقنا. قال تعالى إلى وحيري لقد استكبروا وإسلوين هذين في أنفسهم نففيال كودة بحل وإسكلوين هذين وعتوا ويحد قدبين عتوا حد قدب حد قدب كاسو كبيرا وين يوم مالين يرون أي أركايا الملائكة ملائكة لا بشرى بشار يومئذ مالين كاس أمسقنان للمجرمين الدنبيليالك ويقولون مجرمين توحي به دونا حجرا حاران محجورا لحرمي. وقدمنا ونقصدنا إلهيري إلى ما أمروا وهي أي سميين أو من عمر عمل أه فجعلناه وحن كدقني هباء بور بور كاسو منثورا لفرديي أصحاب الجنة جنة دت كده يومئذ مالن كاس خير أيها خير بضان مستقرا مكان سقنا شدا وأحسن أيها وناك بضان مقيلا مكان قيلوشيغا. الله سبحانه وتعالى آيات كان وحنا ورمين كفار تمر عليه جودة. وقال الذين كوي وحي لذين لا يرجون أن كبقين رجاء قرآنك لما معنى يكوتي ماذا إيا اللقوة عربي هذا رجاء بمعنى الخوف إيا عبسئة إيا الرجاء بمعنى ضمع إيا هددية لما دوا كوتي ماذا آيات المفسرين تأكثر كود وحي مرين إن لغو فصير خوف لا يرجون أي لا يخافون البعث فاسي كفصيرين. إن هل إمام أيوه ابن إمام القرطبي بالنسبة له ابن الشجر إنه كوفة سري أمل يهدي الدين ومعنيه لبعض الضمع ها هل كاس إمام أيوه القرطبي بالنسبة له ابن الشجر أيوه بالنسبة لكن أي ماذا إبتو ذكره وهاي مرين لا يرجون إن لقوفة سرا لا يخافون سدا ابن الشرير يبقوي يغير كذب. وقال الذين كوي وحي لذين لا يرجون أن كبقين لقاءنا لكوران كينا لقاءنا ما أنت وحلو لجي دا بعثنا إنا ينتان أو لصوب بحيو أين لكو ما ساسا لو لجي دا ما لقاءنا بعثنا لو لجي دا ملك لو معانيك لو لجي دا جيرت أو لو لجي دا رؤية دا الله رب العالمين أركتديس لو لجي دا وملك لك لكن هل كان مفصلين تضبطنا إيه وحي تنو بديه لقاءنا دا بعثنا لغفصيرو بعثنا لغفصيرو وذا كفرت وحوين رب العالمين ايغوم اركيان قيامه وكو صدق قول اهل السنه كقبه قول قبا سيده بباتاتم بقال الهي اكما قيامه هل مدا اكما مرنا اكما يان كفرت سوها هادين كفرت او كفغود عديهي اما ها هادين منافقين تور كغالبا اي ظاهر كمؤمنين ما كم جيريا اسلام نمبا قلبي كان الهي كرميسني وقولك جماهير المتأخرين من أهل السنة يفوتان أينم ظاهرك الفاظ عمومياتك أما مطلقة سلفكم أي تصيدوا قولك لبعضنا وقولك لوالك لقادة قالبة قالبة كوة عن إسلام لماذا موتسان وظاهرا وظاهرا كفارتا كفر قادو ظاهرك يهي كوة سمرنا بأ الله أكماليا لكن منافقين تا أمضى وحويان مسلم كظاهر كأدوك كرسعتي توحيد ككل واقعي تكجر يا مسلمين تلسعدي لكن قلبك عن الله كرم إسمين قال هذا سوء أيبو ويأركيان ويأركيان وحينكو أركيان محشر كمارك إنتان شنايا نار لك لجلين أي هال مارا أركيان كذبنا أيها الله ويسكي إجابة دبنا وأركيان وقولك أمري إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة كتاب التوحيد قول كسبحات وحليه كفارتا ان كفارتا هل مر هي اركيان رب العالمين دمانتود اما ها هادن كوي قال لماذا موجسنهي او ظاهرا وباطنا قالده اما سها هادن وحويان كوي منافقين تها مر هي اركيان رؤيه تعريف وتعليل اركتي الى هي
waxa weeyaan ku cagaabayo kadibna way iska xijaaba waana inta aan janaya naar kale tagin ayadan marka saddexdaas qowl ay leeyihiin qowlka jamaahiru mutaakhirin ay mareen salaf kana aqwaashoodu ay weeqtay waa qowlka hore oo ah inaysan arkayn la munaafiqin wala kufarta kale midna inaysan marnaba arkayn قولنا وقولك منافقين تأركيان انتا انشانايا ناهلك كالتالين اي اركيان مر كدن ويسكعيشا وقولك وحويان امام الائمة ابو بكر بن خزيمة قولك كالان اي اقعد ما هالمر اركا ويكدن ويسكعيشا وقال الذين كل وحيرة لا يرجون ان كبقين لقاءنا لكلان كانوا بعثك ان كبقين الرميسنين لولا انزل هل لا انزل محلو بسودتي واي علينا كوركين الملائكة ملائك ها ملائكنا لك بسودتي واي او نرى ربنا ربنا سمى ارقنا انك حي ولجيدان ملائك حانه لكو سو دجوايي صدح معني مد ولجيدان صدح دار المفسرين تو اكو فسرين مدوه يحيى سيده حافظ مكثير كوب لاباي ان ملائك حانه لكو سو دجوا انغا ما رسول الله كدبه واكن محمد كلجيس لي انا رسوله سيده اسغبا لوغو وحيوداي معنغا نركو وحيود وقولك كوبات وحنا أم قاتك أي قوم كاس آيات سورة الأنعام أو أي رهدين لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله مرهم أين إنه حق إلى أن نجعل لسيه وحلا مت أو حر رسوش لسيه مرك لولا أنزل علينا ملائكة ملائك محانا لكو سود تشوى معنا أن نجعل حانا لكو وحيوه أو ملك وحي وضع النوغو إما هو يسيد رسوش وغيه معناها سواء معنا آيات سورة أم قاتك عين معناها اللباب وهي احتمال كرتائنا يقولون جيدان لولا أنزل علينا الملائكة ملائكة محانا لكو سودة جواهي فنراهم عيانا أو أنتوس أو أرقنا أو فيخبرون فيخبرون أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ملائكة محانا لكو سودة جواهي أرقنا ملائكة أي نوائين محمد أنك أك رسول إليه راع لكن كريس الصدى صعودة نويمة قال الله الصادري اما ملائكه الصادرو دتواوينا ما انغيه ملائكه ان ارغن بها نكو ارغن او يرهدان محمد انه رسول الله انغا كمر قاتيه را سداس وي تاسنا معناها صادعك ايدن لو نجيدو وحنا معناها مر قاتك ايات سوره الاسراء او تاتي بالله والملائكه قبيلا يرهدان كورم اي ميمو الى الله يا ملائكه كنت ايدو لو جيدو وعيان او يرهدان انغا او انه رسول الله يرا معناها صنع عنها لبعض معناها صدحات حافظ مكثير مشي وحي طاهي مركا وانا قرآن كانوا يكوب هذا وحويان مركا نلو صدير يبنو آدم ما ملائك نلو صدير او رسول شلقا صدير ملائك حيث يبنو آدم كرسولك لقدك بنو آدم سير رسول الله قدك سير رسول الله قدك ما نلو صدير ملك ملك ما نلو صدير هاسنا وحويان ومعناها صدحات صورة الإسرائيل مالا بضان وكلاكوس وأروري marka intaba waxa weeyaan waa suurta gal in loo jeedo lawla unzila mahallo musadaci way arayna korkeena al malaa'ikatu malaa'ik oo malaa'ikti waxa weeyaan ay anaga noogu waxyo weeyseey rasuulka uu waxyoode ama se malaa'ikti inta aragno ma yiraahdaan maxamed anaga og inuu rasuul yahay raac ama se waxa weeyaan maxaa bashar looga dhigay bashar maxaa looga dhigay rasuul ma malag laga dhigo saddexda macna wada او نرى ربنا ربك امام ارقم او رب انت اجيدنا انك اجيدنا ما يرادو راع انا صدري لكن رب العالمين وقو كشيغي كتاب كيسا هاتي حتى تصبيع الهيب او ملائكة اي اركان او رب اي اركان او وحويان وحكست الله سمييو انا يسان رميين هاتي حتى ملائكة ايام واركان من رميين سورة الأنعام إلى وغيره ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة حتى أن الملائكة سودتي لهين وكلمهم الموتى كوي من تينا إنتي ماذا الله للهين وحشرنا عليهم كل شيء وحكستنا أرسو كل ملهين قبولا أصغوا معيانه اللو تشيدو أصغوا قابلية ما كانوا ليؤمنوا ما أهدين كواهم أيضا إلا أن يشاء الله الله إنه دورا مهان marka warkan ay dalbanayaan ma ahan inay doonayaan wax ay xaqiiqada ku ogaadaan xaq ku raacan ee waa inaad ilaahu subhana laqad istakbaru wa islam waynaadin fi anfusin nafyal kulli iskula waynaadin wakiil isla wayni marka la isoo diray bashar ma malak la isoo diro ama se nabiga la soo diray ma malak soo raaco wa isla wayni iyo kibir wa ilaahu subhana wa atawayhad gudbeen
اتوين حد جدب كبيرا وين وحيبا تاغين ربي مع عيام وعرقنا وإلاد أنا صادر راعة سلويني ده كينك ماشي قارين حد جدب يوم يرون الملائكة يوم للابن الله رميد لغو تعالوكي كرا إن لغو تعالوكي وفعل سوق الدرو ويدكر شيك نبيك سوبانو يوم مالين يرون أي أركي دونا الملائكة ملائكة iyo yawmada in lagu tacalujiyo fiil u tusayo la bushra yawma idin jumladaas laga fahma oo ah yumnauna wa laga mancina an al bushra bisharat fiil saas inta la soo qadaro ayawmada lagu tacalujina yawma maalina bisharada laga mancina yarawna ay arkayan gaalado al malaa'ikata malaa'ikta la bushra wa bisharat يوم إذن مالين كملائكة أي أركيان للمجرمين قالوا ما سنان طب العالمين وهو يري ملائك وي أركيان فما ملائك ما أرقمه ملائك وأركيان لكن مالين تقالوا ملائك أركيضوا بشارة ما سنان ومالين كي وصدح مال موت كو مالين كالنفط لقى قاضيه بشارة ما سنان ملائك وأركيان لكن بشارة ما سنان قرآن كي سنده والله فاسي تسين مالين كالنفط لقى قاضيه ماركاس وحوين بشارة مصناني رب العالمين وحوين في سورة الأنعام ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت هذا أركي لهذا ظالمين تا مشركين تا مركا أي سكرات الموت كجرين والملائكة باسدوا أيديهم ملائكة أي قعمها أفددوا أي قراء أيضا معنى وجه يضرب أي كقراء أيضا وإليهين أخرجوا أنفسكم سوصار نففيالكين اليوم تجزون عذاب الهون ما انت لين كو ابال مرنا عذاب الدليه بما كنتم تقولون على الله غير الحق هبل كي اد الهي كشيغ جيرتين وبنتها وكنتم عن اياتي تستكبرون اي اسوينيسنتي اي ايات اسوينيسلي ما انت سو مال حديث صحيح من حديث ابي هريره ابن ماجه يا احمد يا اي وريينا ما بيقو خو شيغي صلى الله عليه وسلم مركز ملائكته غرا ايسو waxay leedahay ukhruji sabah ayatuha nafsul khabitha nafyaha yahay sabah fil jasadil khabith oo jirka xun ku jirtaa ukhruji sabah ila sumumin hanfi sabah wa hamimin biyakul sabah wa dhillin min yahmumin khas qiq adabatka hada sabah la salali marka sida quraanka iyo sunnadu waxay tusayaan marka mujrimiinta nafta laga qaadayo adab looga qaadayo أيضا ملائكة تقررون ماذا حكرا دعيدا ببابنا كلاب دعيدا إنا لذا صوبه على الله أصوبه على الله كاهر ريدي مالك مالك كاسي ملائك أركيان مالك كاس رب شارع ومصر ماني مالك كاس بالعكس وحا أهل مؤمنين مؤمنين تنفط مركا لقا قاضي أيضا أيضا وحا ويان قرآن كي سنو وحي شاكين الله بشارعنا نفط مقفك مؤمن كاي تقيقا مركا لقا قاضي إن الذين قالوا ربنا الله بك يدي أنيك الله الله نور ربي ثم استقاموا كدي ما ان بالها دغدغن اي كو توسناداي ما انت افكا كشيغت الله ان في ربي كدي ما اد احكامتي سي كدبا وريت بعدك انت يري انغا الله نو ربي كدي ما كو توسناداي تتنزل عليهم الملائكه ملائكه كو سو دغي مركا نفتا لغا قادانا او ما هي لهاي الله تخافوا حبسنينا ولا تحزنوا حتيران يومنا وابشروا بشارهست بالجنه التي كنتم تعدون جنه اللي ني يوهو جري كو بشارهست نفته مركه لغا قاده متقين تواصا حديثك ان هذا صاخنا يقيم كميرا في حديثك وحديثك براء بن عاصم لفتكي سنه وها كو سغان مركه نفته اي ملائكته كا قاديدو ان الى الله اخرجي ايتها النفس الطيبه صبح نفيه وناك بابان في الجسد الطيب اي كو جيرتا جيركا وناك بابان كنت تعمرين اي عمري جيرتي اخرجي صبح الى روح راحه صبح والريحان عرف صبح والرب غير غضبان ربي ان كو عريسنين صبح saasale marka mutaqiinta dadka ah ee adduunka inta xaqar ku leeyay ku toosnaaday ayaga nafta marka laga qaada waa loo bishaareena shaara usugan laakiin mujrimiinta bishaar ma sumaan yawma yaroon malaa'ikta ma maalin kaas ko maalin kalaabad oo aysan bishaare helin waa maalin ka qiyaamaha marka qiyaamaha la tagana oo malaa'iktu ay isku hareereeydo la xisaabina maalin kaas ma bishaar ma sumaan labadaas qowl xaafid ku waakeenay مالك صدحاتنا وسؤال قبرك سؤال قبرك وحافظ كل شيء وقولك صدحات سؤال قبرك لبلا ملك مركي ويدين اياه او ايرادان من ربك او ايرادان ها لا ادري او ايرادان ومن نبيك يا نبي كوها او ايرادان ها لا ادري او ايرادان وما دينك او اي كو جوابان ها لا ادري او اي مركاس جبون مدح او غدفتان
وأيرادان لا دريتا ولا تريتا مركا إن مالك اسمه بشار مصرنا مركا صدق راس قار أي أركا يا ملاك صدق القار بهلاج أصرنا ذي ومركا نفط لقط هذا ومركا قبر قال بيجو ومركا قيامها صدق قولنا وسوا فقسين واختلاف تنوع على را إلا ما يرى اختلاف تضاد إلى وحر سبحانه يوم مال يرون كفار أي أركيان الملائكة ملائكة لا بشرى وح بشرى يومئذ مال كاس للمجرمين مجرمين توما سوناني ملائكة الطلبان لكن ويأكد دونان مال كاس توما سوناني بشرى ويقولون وحيليهن هجرا محجورا ويقولون يالو إلينا فاعلك ما ملائكة ما سي مجرمين حافظ كثير وحيليهن وحويان ملائكة ملائكته علي ويقولون ملائكته حيليه وانا سيدا مجاهد كفصل اكرمة ضحاك حسن البصري قتاد عدية العوف يا غير كود سلف تبرم كود ابن شريف نقول طوطي ويقولون مالكاس ملائكته حيليه حجرا محجورا حراما محرما حرام وحرم ويه إلا يدين بشارية فسيني وحويا حجرا محجورا وحي كمنتها المسادرت فعل كي النسبيي واجب كل واحد فون وريه ودل الشيكي معاد الله يقلوا حجرا محجورا معنى إذا حجرا حراما ويد محجورا محرما ويد معنى إذا واحد هو حرام وحرم ويد ملائكة واحد كلها بهاي حجرا محجورا وحرام وحرم أن يبشر بما يبشر به المتقون إلا أن يكون بشارة واحد متقين لو يكون بشارينا حرام وحرم ما في الكتب إلا أن يكون بشارة ما في oo waxa mutaqiintu loogu bishaareeyna oo kale leen kugu bishaareeya haaraam la xarimay idinka idinka taas ilaa malaa'ik maanka marka nafta laga qaaday kuleeyi marka waxa weeyaan een qabriga ku jiraanay kuleeyi marka qiyaamaha la gaaray kuleeyi waxay leeyeen haaraam la xarimay weeyeen in maanta la idin bishaareeyo oo la idin kugu bishaareeyo waxa mutaqiinta loogu bishaareeyna sidaas weey qawl kaas waa qawl waana qawlka ibn jarir iyo qeyb kood bay doorteen qawlka labaad أن وحيه ومن كلام المشركين هذا كان حجرا محجورا ويقولون فعيك على الله قد مشركين ويقولون قالوا ما لنكاس أي ملايك أكد دونا وحي ليهن حجرا محجورا حرام وحرم ويهن إن هذا نطابتان ملايكي وحي ليهن حرام وحرم ويهن نطابنين عذاب هنقول طابنين أنا قد دمي ما نقري أن العذاب الإسكري وإسكار الجحسين يا كييلة حرام وحرم يا كييلة أنت عرق الجحان أي واحد لينا حجرا محجورا حرام وحرم ويهي طب لقحرمي ما عليكم أن تمسونا بسؤن لي أنك إذنك دوشينا معنا هنا طابلنا حمانا نقول طابلنا دمي معنا شقين لكن واحد كي يلي لمعنا وحاوية محمد الأمين الشنقيدين قول كاسو رجع إن هذا كان هذا كان الشنقيد سببتها واحد تاي قاعدة ضميرك واحد لو عليا أقرب المذكور آية طفيري يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون يقولون مجرمين يا ملائكة يؤدوا وحاولوا مجرمين قاعدة أصل تحالوا غلى حدولي بريقة أصل صوابه مركا هذا الكوحة يسكنه ليها مجرمين مركا أصل وحينا الوحي عربتها هل هاي سيلا دهوه مركا بلاء مصيبة بعضه أي كلا ده حجر محجور حرام وحرموه هاي قصوا دقي فأكود دعي مقف مصيبة سيلا دعضه مركا مصيبة كود دقيته أي عربت هذا كاتر عضه مرك مصيبة كود دقتو أي رادان حجرا محجورا حرام وحرم مرك وحي كادن أنت أي رادان عودا معادا ما كان قال إله إلا ما كان قال لكن إذ ما كان قال إذا مال ما كان قال كوحو واخترى أنت دادو كمان تشوكتون إله ما كان قال فاسو واخترى مرك حجرا محجورا حراما محرما أما سي عودا معادا لبدا معنى واسكم مرك مالكاس بشارة مالي عيساس ليهين او امام ملائكته له حرام وحرم وي ان لين بشاريه اما مجرمين تا الهين حرام وحرم وي دبه نغ تادنينا وقدنا ونقصدن الهيري الى ما عملوا وحي اي سميين مشركين تو او من عمل عمل فجعلناه وحن كدغني هباء باف بوركاس منثورا لفديه الله سبحانه وتعالى كان نوغو شيغين مالك قيامها مرك الله ادمديس او حسابنا او waxay sameeyeen shar iyo khayr oo ku xisaabinaa mushrikiinta acmaashay u maleeyeen in khayr ay u noqonaydo oo ay aakhirad ku badbaadayaan hal shay uga soo xasilma hal shay uga soo xasilma ilaa wuxuu leeyahay boor la firdhiyo kalaan ka dhiga waxa weeyaan hadaan mutruuca loo jeeda boorka marka daaqada qoraxda kulaylka uu qabto
marka qoraxdu ay daaqada guriga ka soo gasho waxa weeyaan waxyaalaha dhaqdhaqaaqay waxaasna ma qaban kartid inaad hada qabtirto ma qaban kartid saaso kalaan ka dhigayna wiilay boor la fudiyay amal koodi maxaa dhacay wuxuu yiri xaafid ibn kafir hadalaad qiimo badan halkaas ku sheegay sababta looga dhigay wixii ay sameeyeen boor la fudiyay waa maxay boor la fudiyay xal looga dhigay وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي وحا بوغ لفرديين لو قد ديجي شرط ديجي شرعيه هاي ميش لغوه شرط ديجي شرعيه اها اي اعماش اللغو اقبالي تري شرط ديجي امقان وشرط ديجي اسمحيه إما الإخلاص فيها وإما المطابعة لشرع الله وحا ويان شرع عمل كسطا مركا لاقبالا شرط وحا الله شرط اللغة هلو إخلاص اللي درتيز الله صمي ان إدكا لإس وحلوغة ربي iyo in la raaco sharciga sidii sharcigu ku yiri u sameeyadu sameeyo laban yaa mid la weyna fa kullu amalin la yakunu khalisan amal kasto ilaah loo barxtirin wa ala shari'ati al mardiyya shari'ada raaliga laga yahayna aan ku dhismayn fa huwa batin wa batin fa a'mal al kufar a'masha galada la takhlu min wahid min hadain kam mahma mayda labadaas mid kamida oo ama waxa weeyaan amalka mushriku markuu sameeyna ده إلهي عيد كلوم اسمه درابة وإبر إخلاص كيا مقانو الشركة يتشوغ أما إلهي در تيسو سمينا لكن دريقا إلهي بيكو إلهي سكو إلهي سنة وهو بيع بالعان إلهي ما أقبل مركا لولا الدريق مدى مقتر الضلاب هذه الشركة قلوه عمل كوى بوله هذه إخلاص أي طهي لكن بدعاو يهينا عمل كوى بوله لبدا بوى بوله لبدا مد كما مرناك عمل مشرك بل وقد تجمعهما معا لولا بين اسكو درمان وان عبا او مقفك مشركا إلهي يعدك لنا وعبادة اسكو درو دريقة بدعان وكو عبادة سواء سيدة المشركين تقوب بديه ضدك المشركين تسيدة يقوب بديه وحاوين وعلى بدا سيكو يبتلسي عمل كان إلهي يعدك لنا اسكو درانو سلع عبادة وعبادة ينك يكو عبادة سايان بدعك يقراف ايطاه مركاسين آذي وفكتا إلا أقبل مركا مركا بور لفربيي أي رب العالمين كدبا قال تعالى الى وغيري اصحاب الجنه جنات دكيده يومئذ مالكاس قيامها خير ايغا خير بدن مستقرا مكان سكن شبا واحسن ايغا وناك بدن مقيلا مكان قيلوشا مقيلا ظرف مكان ومكان قيلولا ان لغا دغو اي ان مست لغا دغو لبدوا كبنا لبدوا كبنا الله سبحانه وتعالى وحليه maalin taas waxa weeyaan oo qiyaamaha oo malaa'ikta la arkayo dadka ahlu jannaha ayaga qeyr badan xagga makaanka ay ku sugnaanayaan ayagana wanaag badan meesha ay ku qeyrushanayaan sababtoo ah waxay ku sugnaanayaan jannatul adn jannooyinkii ku sugnaanayaan ayaday ku qeyrushanayaan sidaas weeyaan ayabaas mufassirin tagala waxay ka qaateen حساب مالك قيامها مالين جلد كيس يكون ضمانه مالين جلد كيس يكون ضمانه جلد كهراء يكون ضمانه انت انزوال كالجارين يبقى ضمانه مركز اهل جنوه وحي اقيروشي تغيين قريوري جنوه ايا حور الانت يا راحدي اهل النار كنا ايضا شيادين تي كوحي حرام ايا النار اقيروشي تغيين عبد الله بن عباس السلاسي لقوري ايا ايمات بضم اوكاله meesha laakiin iskaala soo aruray marka la yiraahdo maalin galinkiisa xisaabtu ku dhamaanay oo waxay tahay in fi suuratul ma'arij Allah wuxuu ku sheegay fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sana maalinka qiyaamu inuu yahay maalin kuntum kun oo sano u dhikama marka hadii la yiraahdo galin weeye iyo kuntum kun oo sano u dhikama oo waxa la moodaa dhahir ku iska hor imaanay maxamedul amiru shindidi waa jamciyay dafci ihaam al-itraab ku ku jamciyay adwaa bayaan kana macnihi waa ku sheego dafci ihaam kana waan ku sheegay labadaba waa ku sheeg dafci ihaam ka horeeyay kadibna wuxuu ku sheegay hadan adwaa bayaan wuxuu sidoo lagu jamcinaa waxay tahay waxa konton kun oo sano ay ku tahay waa gaalad dadka mutaqin taana maalin galkeedu saasi jamciyay halkaad ka qaadatay waxaan ka qaadanaynaa uu yiri quraanka meelo badan ayuu ku cadeeyay qiyaamuhu wuxuu ku culus yahay waa qaran waa ku culus yahay haddeerada waxa kamida aayadka lagu soo socda wa kana yawman alal kaafirina asira maalinka qiyaamuhu haday maalin waxa weyn gaalada ku culus waxa laga fahma mafhumul mukhalafada waxa laga fahma inuu san muuminiinta ku cusray
على الكافرين غير يسير نوايات كله قال هذا أمفض ذا مارين كاس مركا قال هذا أمفض ذا هدين ليري مفهوم المخالفة وحل الفهم إنه مؤمنين تأفضي مركا لو قدر المؤمنين تنوى أفضي هو قلن كوري كورد ما يسانيان كفار تنوى كوري هو وحاو ينكم تنكم أصاني كو غاري لكن إشكال باقي نقول يو حديث كصحيح المسلم كصحيح وحا كسوغا بعض مسلمين لكن سكرة بحدي دي كنتم كن أصنع إن العذابي قيامها ما كلا تقول أو كنتم كن سنة ما كلا تماتوا كدب وحويان أما النار لا سيطرة إلي لي ولدن بيجيني ما دمان أما للي يدن بيجيني ساسو كل ما دولي كجوي يتشنا دلوت بري إن المسلمين هنا تصير هذه سعي المسلم ما إشكال باقي النقرة إشكال أباقي النقرة إن إشكال كاس وحلا قبي حكرا تفسير ك هذه المرة قتادة وكفصيل أصل أصابوا مقيلاً ما تنهي مكانوا قيروش إيا قيروش منك ما فصيري إيا مقيلاً وحو كفصيري مأوان ومنزلة تاسو كفصيري أوهو يلي معنى إذا وحو إن أصحاب الجنة كانت ذات كده يوم إذن مالكاس خير أيها خير بضان مستقراً ماشا يكسو نار أيام وأحسن أيها واناك بضان مقيلاً قريدة إيا ماشا يهو ينيان سداسو بي إشكال كده ماشا كبحة قيروش أرام ماشا كبحة لقد عربي ده الفصيحة أهنا وأي كل سجنتها مقيلا أيضا منزل لا استعمالا منزل أيضا لا استعمالا ولقد عربي ده الفصيحة وكل سجنتها وعكم إذا شاعر كيري جزى الله خير الناس خير جزائه رفيقيني قالا خيمتي أمي معبدي فيري وهو يري رفيقيني لا صاحب وأبو بكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقد أصو قالا أي نزلت دقيق قالا ونزل قالا خيمتي ام معبد لبدي تند ام معبد لبدي دقيق marka wa qala oo macnaheedu nazalaya sidoo kale ibn rawah wakiri al yawma natribukum ala tanzilihi darban yuzir hana an maqilihi fiir qawl al yawma manta natribukum qala wa in garaa'ina على تنزيل سودة تنتي سان قرآن كأنه كقراعنا ضربا قراعد يزيل كسورنا الهام مسكحة دا انت داس كرا قلفك عن مقيله ماش ادقنا مقيله اي منزله وهل كاس فقاس عن انكفو فجرين اولي مسكحة دا قال مركا وحوه مقيل ومنزل واستعمال عربية كبه دا مركا ادلا داس اشعار تاس ايو سوء الوريي ابن وحان ربا محمد الأمير الشقيد إشكال يا ربما كانت إمامة ما ردي آيات دساس وقوفة صيرا ماركا سيداس إشكال الآن سيدا كالي تعديل وقوفة صيرا قيروشيغا إشكالة تاقنانا مركاس ويوم تشقق السماء ويذكر شيخ نبيك سبحانه يوم مال تشقق السماء سماء دي آيات دل دلاء أيضو بالغمام عن الغمام ضرور حقه آيات دل دلاء أيضو ونزل الملائكة ملائكتنا اللي سودتنا تنزيلا سودتنا الملك ما ملك يوم ايضاً مالين كاس وحلا ما مرو ملكك الحق احقا للرحمن الله نحرست بالله رب أسقنا بي وكان مالين كاس روحوا هذا يوما مالين مالين كو عصير كدرس على الكافرين قالبا ويوم يعض واذكر شيخ نبيك سوفنا يوم مالين يعض وقنين دونه الظالم مدك قردرا على يديه الذي سقعمه يقول حال أوليه قنينة يا ليتني شليت بيدي اتخذت محمد السمي سوال مع الرسول رسولك اللي جركيس سبيلا وضو يا ويلت أهل قيدي ليتني محمد السمي ليتني شليت بيدي لم أتخذ بيئانا كبير رهين فلانا هبل خليلا صاحب لقد أضلني هبل وإقلني عن الذكر قرآنك بعد إذ جاءني مركو إيمد كقبال وكان الشيطان شيطانك وحوى هذا خدولا مدهو جنبضا للإنسان إنسان ويوم تشقق السماء إلى سبحانه وتعالى آيات كان وحو النظر الرمي شدد قيامها رباها ووين وبعضون وحكم مدهة إلى القوات دل دل عيان ضرورة كسو الدقنة ملائقة سو الدقنة مركز يتفك اسكو حريرين الله يقول سبحانه ويوم تشقق السماء وحلو تعالوا كنا في علم حدوفة واذكر شيخ نبيك سبحانه يوم مال تشقق السماء سماء أي دل دل عيضه
تدل دلاعبه وما هي كدل دلاعين بالقمامي صدح إعرابه كبنان بعضا بمعنى أن إلا قد قواسيدا ينجريرو إعرابي بالقمامي عن القمامي الضرور حقه تدل دلاعبه أي الضرورة يرى حب أو عدعب أي أكسو الدقانة ضرورة حسن حافظ المكثير وقوم فصيره وضلد النور أي ضرور عادي ما ضلد النور أوي أو واحد السماد ومركي دل دلاعبه نور كاسا سو الدقين ملائكتي سو الدقين مركي سو الدقتي دفك اسكو حريرين سماد ملائكتي سو الدقين دفك اسكو حريرين مدى كلا سو الدقين واسكو حريرين جني يسي دحلي كتران محكمة ديال السوء مركي سو الدقين حافظكو مركي انت سو الدعضو ثم يجيء الرب كذب رب إيمانا وقول أو إيمانا تبارك وتعالى لفصل القضاء إنه ضفك الحكمية جن ينسي وحرير إيسان أولي يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان جن ينسي ما أنت هداد أو ودان إن أتكبح دان شهوين كبول يالك إن يالك بحق وما أنت بحصد والله أدنان بحسكر إلا حجم هاني أيغو ساس وحرير إيسان رب العالمين إيمانا مكسوك لحكمنا ويوم مالين شيخ تشقق عيد الدلاع إذا السماء السمادي بالقمامي عن القمامي أي كد الدلاع إذا ضرور حقود وبمعنى ألا قدقو سيدة ابن شريد يأي مكة لو إحرامي موي إيا البعض السبب يلا قدقو بالقمامي بسبب القمامي ضرور سيدة للاب الدلاع ومعنى هو إسلاح الكي إيا إلا قدقو حالة بالقمامي ملتبس ملتبسة حالة مدد كود أهم بالقمامي ضرورة والنزيلة والسود تشدونه نزيلة وحوين وفي الماضي مجهولة لكن مستقبل على قام عنينا يوم راسا ضرفة ووحي ورطة بمعنى إذا أوكله والنزيلة الملائكة ملائكة للسود تشدونه تنزيلا سود تشد الملك مع ملك إيا تصرفك يومئذ مال كاس وحلا معمولو ملكك الحق اعتبتع للرحمن الله نحرس تبالانا نقصقناه إلا وحوله يا مال كاس إذ ملك شيغا كرتون الله إن مجود حتى بواحد اللي بسوين هاي أدونك ملكك الله عليه واحد كستوجر الله عليه لكن مالك اس ملكك الله عليه واحد اللي هاي إذ كلا شيغا كرتون لأرك إذ كلا شيغا كرتون لأرك وصيد حديث صحيح المسلم كوسبا من حديث عبد الله بن عمر بن الخضاب أو يري نبيك إن صوبان صلى الله عليه وسلم حديث صحيح المسلم كوهو يري نبيكو إن الله يطوي السماوات بيمينه الله سماواتك كدوبه كلابا قعنتيس مدكته نبي محمد ايري صلى الله عليه وسلم ويأخذ الأراضين بيده الأخرى قعنتيس كلنا طلاليالك كدوبه ويري نبي صلى الله عليه وسلم حافظ كثيرا كان حديثك كسيروري سعي المسلم كنا كيالا ثم يقول رب العالمين وحليه أنا الملك أين ملوك الأرض أنا الديان سعي المسلم كما جيرته حديثك عبد الله بن عمر أنا الملك أنا بطرة أين ملوك الأرض؟ أوي دونك بقردي جوج بقردي دونك أوي أين الجبارون؟ أوي دتك دتك ظلمك كو عذابي تيرو كو عقابي تيرو أو قسمي تيرو دتك أوي ما أنت ما صبحا مركا إبنه كرتا وانكا إيا أنك ملكك وحكولة مجرد أين المتكبرون إلهي لي؟ مركا مالك سوحا للي ملكك ألا ما أنت ما أستغى إسكاروه صلى الله عليه وسلم لكن مالك سوح شيغة كرمالك أما مانتا تفضل شيئاً ملك أنا قاعد حكمنا أنا أنت كتلنا أنا أنت كبقرة وحي وركي قاس عنا ترى لي كبتين لكن مانتا ما لين سوء أفكار ماذا واحد ما لين كاف إيش شيئاً كرتمتشرت هل تولى أما هل تاك أنا كتلين ما كسيدا سألوني الملك ما ملكا إيا تصرفك ملك يومئذ ما لين كاس وحلا ما ملو ملكك الحق ضبطا للرحمن الله الرحمن كهوسو ناضي وكان مالك سوحو هذا يوما مالك مالك عصيرا كعرس على الكافرين قالت بدك إلهي كوكوفي مالك سوليس إلا كل ميا فاسوح تسير مؤمنين تا إن الحقاء أفوديها ويوما فعل محدوفة أيضا للغوطة على كنا واذكر شيخ نبي سبحانه يوما مالك يعدو قنين الدونو الظالم وقفك ظالم كاي مشرقاها على يديه لمديسة قعمو يقول حال أوليه قنين يا ليتني إن شاء الله يتبيدي اتخذت محامو قد بقوائي مع الرسول رسولك لكي سبينا وقش الله فرصتي بافتي او نبي محمد حانو راعي واد قف عذاب قره وقش الله نبي محمد حانو راعي واد إذا معنى هدوان حي وهو ينقف نبي محمد راعي وبدالع قف كهلاك سوا وقف نبي محمد قلاف فاسا قف والبقش الله
marka intaadan bari aan urshan laayo maanta waxa la rabaa inad nabi maxamed dariiqiisa dariiq ka dhigo aqeedadaada aqeedadii nabiga ka dhigo oo waxa aad ku salaadaada tira salaadii nabiga wayna waafaqo dhikrigaaga dhikrigii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam sadaqadaada sadaqadii nabi maxamed wayna waafaqo jihaadkaada jihaadkii nabi maxamed wayna waafaqo salligaaga salligii nabi maxamed wayna waafaqo ibaadadaada dhamaanteed ibaadadii nabi maxamed wayna waafaqo maanta hadii kale shanlaynta ku dambeynaysa واشن لا يوخو ليه يا ليتني شليت نيدية يا ويلة تهرطة يا ويلة تهلاك جيجيو هذا أوانك فحضري تلاك جيجيو وقت جيجي اللي تشوغه إيه إما أولي وقت جيجيو اللي تشوغه هلاك جيجيو إيه إما ليتني شليت نيدية لم أتخذ هبانا كبق الله إن فلان هب الخليل خكش الله يا قفكي نبي محمد قلافي قفكي رعيس وماهن قفكي كوخش الله يا وليه هطانا صاحب كدغ الله ما انت وبدادي له اي وحان كو قصاري هبل ايان صاحب كدغ لقد ضلني وحو يقلني اي عن ذكر قرانك بعد اذ جاري مكو ييمد كغدا قرانك مكو ييمد او يسو غاري كغدا هبل ايغل ليخي هبل ايغل ليخي هبل ايغل ليخي ساسو كو شلايا سداس او كو شلايا قرايدن سبب نسولكو وعقبه النبي معاي وعبت ابن أبي معايدة قرآن كان تمر لي وتوحيدك كل واقعي أيو كذب إسكدائي وحانا كئري وميت ابن خلف أما أول ألكي سؤبا ابن خلف رضا سمي كئري مركا لكن حافظك قير ابنتك رضا ها هذا أما صبرك كاسا هذا أما ابنتك لها هذا معهم تاس وحويا وطف كستا ووحل رجدا وظالم كستا أي مالك قيامها شنلايا ظالم كسته أي شنلايا ها هذا عقبة ابن أبي معين أما قفك لها هذا ظالم كسته أو نبي محمد قلافي إذ كلا راعي أي شنلايا مالك كسته مركا فلان نوحل له لكي دهو للدعاة الضلال قف أن دتك ضلالك أويره شركك دتك أويره بدعالة دتك أويره فسقك دتك أويره ودعاة على أبواب الجهنم دعاة والبابات النار تتاقن ويه قف كسته راعانا وكشنلايا إذن ما أنت واحد دورك قفك أت صاحب كذا جميل هكذا جميل صاحب مشرك ما أنت هكذا جميل مبتدي هكذا جميل فاسق هكذا جميل قال واحد ما أنت صاحب كذا جتا أضلنا ولا تا قفك سني جاء اتقي جاء إلهك وحري تيب ومش اللعين هدي كله أو أترى وأنا جدا بريس ككهره أنا دمت إذا أدون عن كهره إيه صاحب بل إلهي وين أتصن لعين وشان الله يتوقع قدام بينه يعني لقال لحين مانت إلهي كتاب كيس إلهي قولي سبحانه وكان الشيطان والشيطان كوهو هذا خدولا مدهوشين بضان للإنسان إنسان شيطان كإنسان كوهو هوتية مركي وراسك الصحيب كحون كحرا هذا هو نوحو قضاما ما يشعر سويسي هورتي السنة والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.